شمس الكويتية بتقتحم السوق المصري، وبتأكد من خلالنا أنه إنتاجها لنفسها من بداية مسيرتها الفنية لأنها قيادية وبترفض أنه حدا يفرض رأيه عليها. والعدسة تشوفي ما في بتعلق على تصريحاتها السابقة حول غناء عمرو دياب بربع صوت وصوت تامر حسني الأنثوي. منتابع سوا. مش حتحط أنا في المواقف دي، أنا شوية قيادية ما بعرفش حد يقودني. أنتم مديني أكبر من حجمي، شب جاني بتاع حمام على طول، قالت لي أنت مين يا معفنة أصلا؟ فما أعرف إيش صار، إيش الفيدباك. والله أتكلم جد وغلاوة أمي، لأنه الذكر ذكر والأنثى أنثى. النجمة شمس الكويتية منورني على شاشة عم أنت فيه، منورة مصر. وليه خطوة مصر دي تأخرت؟ أي والله تصدق سؤال لولبي. تأخرت إيه؟ ما بعرف، ما عندي إجابة عن ليش التأخير. يمكن انشغلت بإيش؟ شغلت بدراساتي أظن، لأنه أنا أول بدايتي كانت الخليج بعدين مصر في 2007 لما نزلت ألبوم أهلاً إزيك وكسرت الدنيا الأغنية ما شاء الله. بعدين نزلنا بدين أبوكم اسمه إيه وكمان عملنا فيها. بس لأنه مصر ميزتها أنه لما تعمل فيها شيء لازم تستقر فيها، ما ينفع تعمل العمل المصري أو الغنائي أو whatever وتكون برا مصر، مش حتكمل بحصاد كنجاح الأغنية وكذا. فلازم الآن أكون مستقرة الفترة القادمة. إيه خطتك لطرح الألبوم وبتتعاوني مع مين في إنتاجياً، أو أنت اللي بتنتجي نفسك؟ أغلب المطربين بيعملوا كده دلوقتي. لا يوجوالي أنا من زمان أنا أنتج لنفسي، يعني من زمان. فكرة إن مطرب أو أرتست يروح ينتج لنفسه، دايماً بكل واحد عنده وجهة نظر مختلفة. أنت عشان تسيبي نفسك بحرية في شغلك ولا عندك وجهة نظر تانية غير كده؟ لا بص، عندي بعد نظر من أول ما طلعت فيك تسميه. ما ينفعش أنت تسوي أغنية أنت تختارها وأنت تتعلق في كلمة أو ممكن تمثل قصتك، فجأة يجيك المنتج في يوم يقول لك مش حتغنيها أغنيته، فاهم؟ مش حتحط أنا في المواقف دي، أنا شوية قيادية ما بعرفش حد يقودني. فدي أول أساسيات أنه أنا أنتج لنفسي عشان ما في يوم يجي منتج يتحكم فيها. سمع أن الأغنية اللي أنت بتجهزيها اللي عليها الدور تنزل حاجة بومينج قوي، عايزك تكلميني عنها. يا رب. اي هي مع انه انتبه في الصيف ومش في موضه الاغاني اللي الكلاسيك وكذا الان، لكن كثير حلوه الاغنيه والله، مش عشان اغنيتي، لو انا سمعتها حد مغنيه ثانيه حنبهر فيها. اللقاء اللي قبل كده بتقولي في تصريح لفت انتباهي قوي، المطرب والفنان لازم يبقى عنده مخ. شاكيرا بتدير البيت الابيض. بنفتقد ده في عالمنا العربي، المطربين ما عندهمش مخ. مش ما عندهم مخ، مش مسموح لهم يعبروا، يعني مش مسموح لهم، لأن دايماً يقول لك خليك في فنك، فاهم؟ أي يعني إحنا نفتقد أنه الإدارات المؤسسات الدولية تسمح للفنان أنه يكون عنده دور أكبر، ونفتقد أنه الفنان نفسه لازم يشتغل على حاله أكثر ثقافياً، فاهم؟ عشان ما يكون عنده نقص في حتة الحياة مش كلها غنى. أكيد هو مش بيغني 24 ساعة في اليوم، بيغني ساعة على المسرح أو في الاستوديو، طب باقي في 22 ساعة معلوماتك إيش عن الحياة؟ الموضوع راح شويه لحته، برضو كنت بتتكلمي في نقطه قبل كده ان احنا مش قطيعه، مش المفروض ان احنا بس يبقى طول الوقت بنغني، لا الفنان دوره في الحياه اكبر من كده. ما مصر علمتنا كده، احنا لما نشأنا كنت اسمع من وانا صغيره انه ام كلثوم باعت ذهبها وطلبت المجهود الحربي انه تساعدهم، وخلت الناس خلت شعب باكمله بواسطه فكرها وحضورها واغانيها انه يتبرع للجيش المصري في وقتها لما كانت الحروب المصرية والعربية. يعني يس كان الفنان مصر هي رائدة في هذا الموضوع. عبد الحليم قديه مثق أحمد زكي، أنا ما أحضر انترفيو الآن لأحمد زكي أنبهر أنه إيش كثر هو سابق عصرة. أحمد زكي تخيل يتكلم في علوم الطاقة والروحانيات والفكر والفلسفة والأدب من 40 سنة. واو. لما قررت أن أنت تاخذ خطوة التمثيل إزاي كنت درست القرار ده؟ هو لا درسته ولا شيء صراحة، تحت ضغط التهديد من خالد يوسف. ما كانش في اي قرار ولا دراسه. اكسبيرينس مع خالد يوسف العمل خطر، لانه هو في اللوكيشن هو ما بيعرف انت مين، هو كثير شرس على شغله، وانا احب كذا الناس اللي تخاف على شغلها وتدي، فانت تحت يد معلم، فلي فتره اعلم، فاهم؟ فمن زمان ما وضعت تحت يد معلم. كانت اكسبيرينس. المسلسل وقت عرضه ودايما اعمال خالد يوسف
بتبقى محل جدل، بتتشاف قوي من الجمهور ومن النقاد وبيبقوا مدققين معاه في ادق التفاصيل. وسر السلطان كان كده. شفتي الجدل اللي حصل حوالين المسلسل ازاي؟ بص، لاني انا في الخليج كان رمضان، فانا متابعتي هنا مش لما اكون زي هنا، فما بعرف شنو الاثاره اللي صارت في الموضوع، ما عندي معلومات عن الاثاره اللي حصلت. بعرف انه العمل سمع ونجح، وانه الناس النخبه المفكرين عجبهم الحبكه، وانه عامل ستايل سينمائي جوا الدراما، هذا اللي بعرفه. اما الاشياء الثانيه ما عندي علم عنها. كان لك تصريح بتقولي ان عمرو دياب بيغني بربع صوت وتامر حسني صوته انثوي، والحال الموضوع كان عمل ضجة جامدة قوي لأنه جمهورهم كبير قوي. خفتيش تخسري في تصريح زي ده؟ ما لأنه شوف، اللي أنا أول شيء مش عارفة أنه عمل ضجة بأمانة، أول مرة أسمعها منك. أوكي، اثنين، أنا ما شخصنت، أنا أديت إكزامبل أنه الفن بالفترة الأخيرة، يعني أنت لما تسمع بهاء سلطان وفي شاب مصري الآن اسمه مسلم بيغني راب وكذا على شوي، اسمع الضخامة الصوت ده أصوات، وبنفس الوقت لما تيجي تسمع الفنانين اللي الآن بيغنوا بربع صوت، بعض الأحيان والله قد أقول هي اللي تغني بنت ولا واحد، فاهم؟ أو هو مين ده اللي يغني؟ بالسابق أول ما طلع تامر وأستاذ عمرو دياب والعالم دي كان تميز أصواتهم، الآن تقعد تركز صوت مين، لأنه الربع صوت مش يعني يأثر على الجانب الرجولي للأداء. مش شخص، أنا مش أسماء، أنا بتكلم هذه حتى في الخليج الآن إيفريوير موضوع الغنى بربع الصوت مش لطيف، لأنه الذكر ذكر والأنثى أنثى، الرجل فرق الرجل صوته، مش منطقي خففه. يعني أنا تكلمت علمي، ما ماليش في الأشخاص. مين بيعجبك؟ بتسمع مين؟ قديم. زي مين؟ كل القديم، كل الكلاسيكيات القديمة. لا مش يعجبني بس مش يعلمني، تعرف أنا فنانة، لما أسمع حب أتعلم، الله العربة دي أتعلمها، الله بهاء سلطان أتعلم منه، أحمد سعد أتعلم منه. أنا بحكم متابعتي وحبي ليكي أوقات بيحصل لي إيرور من فكرة إن بحس إن أنت في وقت قلتي تصريح وفي وقت تاني قلتي تصريح تاني، الاتنين يتناقضوا مع بعض شوية. يعني أنت مثلا اتكلمتي في مرة عن فكرة اللي هو أنا المفروض لما جيت الدنيا كان بابايا ومامتي خدوا استشارتي، وفي نفس الوقت أنت في مرة تانية قلتي إن القرآن لا بيظلم الراجل ولا بيظلم الست. لا لا لا، الأولاني موقف كوميدي، أضحك مع أمي وضربتني بالشبشب على الهواء، كنت أصور سناب شات كان يوم عيد ميلادي، قلت أنا في هذا اليوم بالمناسبة برفع قضية على أمي ليش جابتني من غير ما شبشب جاني بتاع حمام على طول، قالت لي التبيني معفنة أصلا، احمدي ربك إن أنا جبتك ده وأنا أصور سناب. فالناس خذت البارت، فاهم؟ وما خدوش الثاني، مدى في سناب شات عندي موجودة القصة كاملة. أكيد بمزح، أكيد إحنا مخيرين بالنزول لهذا العالم، أكيد إحنا مسيرين فيما لا نعلم. يعني ربنا لو أنت مسوي حاجة حلوة يسيرك، ما يخليك تتعرض لحادث حبا فيك، أمك دعت لك مسوي خير للناس، لكن أنت مخير في أنك أنت تختار حياتك، تختار شريك حياتك، تختار مجال عملك. لا، ربنا خلقنا مخيرين أكيد. من اسمك بيتصدر الترند في اي حاجه بتعمليها، ده بتفسريه بايه؟ والله مش بفسر، انه انتم الدين اكبر من حجمي بس هو ده والله ما عنديش تفسير ثاني، لاني انا ما بعرفش لو اني انا متصدره ترند. لان انا بص، الحين انا حضرت معاكم صورت قلت بعدها حنسى وحروح المطبخ، انت فاهم؟ خلص الموضوع، فما اعرف ايش صار، ايش الفيدباك. والله اتكلم جد وغلاوه امي، ما اعرف انه انا ترند او مش ترند، اقسم بالله. ما الجمهورك في الأردن بقى؟ ناس هناك كتير. الأردنيين حبايب قلبي، أنا أحبهم لأنه هم كمان أقرب لينا كشعب من عادات ومن تقاليد، والشعب الأردني شعب راقي. الأردن بلد نظيفة، أنا أحب الحدائق عندهم، وهم الآن في ظهور يعني جديد من نوعه، يعني على الساحة العلمية كمان. الأردن شعب عظيم. شكرا، نورتيني، وشكرا لسعد صدر. شكرا حبيبي.